حضرتك تحبي ايه على الغدا النهارده؟ شاتبريون وبكتب المشروم. حبيبي تحب تتغدى ايه؟ لا حبيبتي ما تعملوش حساب على الغدا النهارده، عندي بيزنس لانش. خلاص يا عم خارج لك ما تزنش. سلام. طب وديزرت حضرتك تحبي تاخدي ايه؟ صباح الخير. صباح النور. ايه الاخبار؟ انا خيرك. عايزين حاجه؟ عايزين، تعال افطر معانا. لا لا مش هينفع، لازم نلحق الجيم. استنى يا ولد، سيب مفاتيح عربيتك هنا. سالم اظن هو فاهم كويس قوي انا بقول ايه. داد يوم ميكنج بيج ديل اوت باي ذا واي. مش انت اللي هتعلمني اقدر المواضيع ازاي؟ طيب ماشي، يلا سلام. استنى يا حبيبي، انت هتخرج كده ازاي؟ خد مفاتيح عربيتي وانا هتصرف. لا لا، واحد صاحبي مستني بره كده كده. يلا سلام. سلام. مش قلنا 100 مره بلاش حكايه دودي ومودي وسويت هارت دي؟ اتخرج والمفروض انه بقى راجل. لو النبي ما ينفع، دي مدام دورها اتبهدلنا كلها عشان خاطري. بقول لك على حاجه، مني ليك يا مسام. انا يلا يا عم احمد السق. بس يلا باي باي. يعني مستكتر اني ادلعه في الحبه اللي بشوفه فيهم؟ وبعدين انت خدت منه ليه مفتاح العربيه؟ راجع امبارح في وش الفجر سكران ومحشش، ولد فاشل. مش كفايه انه من يوم ما اتخرج وهو ما فيش في دماغه غير السفريات والكلام الفاضي ده؟ ده بدل ما يجي يقف جنبي ويساعدني في البيزنس بتاعي. علشان عمرك ما اديته ريق حلو يا شيخ، ده ابنك الوحيد. أنا من زمان بفكر أعمل قناة فضائية، بس خطوة زي دي محتاجة دراسة متأنية فعلاً. ولا دراسة ولا حاجة، هما كام إعلامي مشهور هتجيبهم وتعمل لهم عقود بفلوس أكتر من القنوات اللي شغالين فيها، ويقدموا برامج توك شو، وقعدوا بقى يخبطوا في السياسة ويخبطوا في الحكومة ويعملوا لنا ملفات سخنة تجيب إعلانات. هي الحكاية ماشية كده. عندك حق،
بس احنا برضو محتاجين شوية ناس إعلاميين يكونوا كويسين وممتازين يعني ومحققين نجاح، وبعدين يقدروا يسيبوا القنوات الفضائية بتاعتهم ويجوا يشتغلوا معانا من غير ما يعملوا لنا أي مشاكل. أنت عارف أنا ما بحبش المشاكل في شغلي، أنا راجل رأس مالي سمعتي. لو كنت عملت الخطوة دي من زمان يا سالم بيه كانت القناة الفضائية دي نفعتك في الحملة الانتخابية. لا 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 لا، أنا ما بحبش الحكاية دي علشان ما حدش يقول إنه بيستغل القناة الفضائية بتاعته في الدعاية الانتخابية. أنا كفاية عليا القنوات الفضائية الناجحة اللي بتستدعيني في برامج كتير قوي، ودي أحسن دعاية انتخابية ليا ومجاناً. طبعاً، ما أنت مش ملاحق من كتر المشاريع اللي عندك. يا سيدي، ما إحنا مشاريعنا واحدة إحنا الاتنين. بس أنت بقى عندك وقت تقعد وتتفرج عشان رامي كل حمول الشغل عليا. والحمل كمان هيزيد عليك يا باشا، ما أنت داخل الانتخابات. احنا داخل للانتخابات عشان مصلحه، ما احنا مصلحتنا واحده. سالم الحقني يا سالم. اهلا هاني. اهلا اهلا يا اشرف، ازي حضرتك؟ اهلا بيكي. انا الظاهر جيت في وقت غير مناسب. لا لا لا، انا كنت ماشي. فرصه عيده باشا. الشيك ابو 2 مليون جنيه ما تنساهوش بقى. هيحصل. مع السلامه. اتفضلي يا فندم. اتفضلي اتفضلي يا هاني. دره يا حبيبتي مالك؟ ايه في ايه؟ ايه اللي معصبك كده يا حبيبتي؟ ايه؟ في ايه مالك؟ جيت في وقت غير مناسب ولا ايه؟ ابدا يا حبيبتي، انت تيجي في اي وقت، كل الاوقات بالنسبه لك مناسبه، بس انت اول مره تجيني الشغل هنا وتبقي متعصبه بالشكل ده؟ اعمل ايه؟ موبايلك يا مشغول يا مقفول، وانا خلاص دماغي هتنفكر، كلهم متآمرين ضدي، ولادي الكلب، مش عارفه اعمل ايه؟ طب بس بس اهدي اهدي اهدي، دور حبيبتي ايه؟ اول مره اشوفك كده. اقعدي 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 بس. ياه. ايوه، ابعت لي 2 ليمون على طول. ايه في ايه؟ ايه اللي معصبك كده؟ الواد الصحفي اللي جبتهولي وقلت لي انه هيزود توزيع الجنان، وقلت لي كمان انه كلمته تتوزن بالذهب. مصطفى علوي ده ولد صحفي شاطر جدا، عمل ايه؟ ايوه هو مصطفى الزفت ده. قولي لي عمل ايه وانا اقطع لك رقبته. كتب عن صفقة الحمير. حلو قوي، ده موضوع الساعة. جاب سيرة سامح جوز اختي وقال انه هو المستورد الاول للحم الحمير، وانه عنده مسلخ تحت بير السلم بيورد لحمها للمطاعم الكبيرة. وسامح جوز اختك هو اللي استورد الصفقة دي؟ أيوة يا سيدي هو. وانت ما قريتيش المقالة قبل ما تنزل المطبعة؟ أول مرة ما أقراش مقالة وراجعها قبل ما تنزل. أعمل إيه؟ ما خدتش خوانة، أنا فورطة، دبرني، مش عارفة أتصرف إزاي. المعلنين قطعوا التعامل مع الجرنان وبيطالبوا بفلوسهم اللي دفعوها. لا، موضوع المعلنين ده ما تشغليش بالك انت بيه خالص، دول كأنهم شغالين عندي. إحنا في بيننا وبين بعض مصالح مشتركة. أما مصطفى ده حوديه في 60 داهية، ده لسه ما بقاش صحفي. إذا كان ما طلعش كرنيه النقابة وبيعمل فينا كده، أما لما يبقى صحفي رسمي هيعمل فينا إيه؟ أنا عاوزاك تنسيه اسمه وتحرمه يمسك قلمه ويكتب تاني. حاضر، من عيني. استنى، أنت هتعمل إيه؟ مش نفكر الأول قبل ما تتصرف؟ يا ست هتشوفي، أنت مش قاعدة هتسمعي ودانك وتشوفي بعينيك؟ لحظة واحدة. الو سعاده الباشا، انا اسف اني كلمت من غير ميعاد. لا، الموضوع ضروري. لا يا فندم، احنا ما بنسرناش. لا والله، بس سعادتك عارف المشغوليات. حاضر يا فندم. في ولد صحفي اسمه مصطفى علوي، الظاهر الولد الصحفي ده في ناس وراه بتزقه وبتحرضه على ان هو يسيء لرجال الاعمال الشرفاء امثالنا. ايوه، خلوه كتب مقاله في الجورنال بتاع المدام بتاعتي. ايوه، مقاله مسيئه يا فندم. لا، محتاجين من سعادتك شده، مش شدات اللي سيادتك عودتنا عليها. متشكر قوي يا فندم، متشكر قوي. شكرا يا فندم.
شكرا. اتفضل سعادتك. اتفضل اتفضل اتفضل. ايه رايك؟ ربنا ما يحرمنيش منك يا سلمتي. وانا منك يا حبيبتي. عشان نخرج بقى من جو الكآبة ده، انا هعزمك النهارده في افخر مطعم حضرتك هتختاريه بنفسك ونتغدى فيه. ها قلت ايه؟ درة، ها بقولك ايه، هو اللحمة اللي جوز اختك بيبعتها لنا بقاله كام شهر من الصفقة دي؟ ها؟ ها وانا اقول ايه؟ ده انا على كده اكلت حوالي 3 حمير. بقول لك على حاجة؟ مني ليك يا نسر. انا؟ اه يلا يا عم احمد السق. بس يلا السلامة. مضطر يا حبيبتي. ماشي، في اجتماع بعد شوية. اتفضلي انت انزلي بقى اعملي الشوبينج اللي انت عايزاه واشتري اي حاجة انت تحبيها على حسابي. هو في فرق بين حسابي وحسابك يا حبيبي؟ ما هو كله من حسابك يا حبيبتي. باي. سلام. باي باي يا حبيبتي. باي يا قلبي. لا اله الا الله. اهلا يا حسن. ازيك؟ اهلا يا اساتذه. اتفضلوا اتفضلوا. كامل بيه اتفضل. اهلا وسهلا. كنت عايز اسال سعادتك. اتفضل. هو حضرتك هتقضي راس السنه فين السنه دي يا فندم؟ والله لحد دلوقتي ما كونناش موقف انا والمدام. طيب اسمح لي، انا معايا تذكرتين سفر لبيروت هديه لسعادتك في راس السنه. ايه ده؟ ليه انا؟ ايوه فندم. متشكر قوي متشكر قوي 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 يا حسن. طيب يا سيدي يبقى فكرني بقى من الشهر اللي جاي اقلل لك مرتبك. لا يا فندم انا مش شاريهم، ده ابن خالي بيشتغل في شركه سياحه وهداني بيهم، فقلت سعادتك والهانم اولى. والله طب برضه بقى فكرني من الشهر الجاي ازود لك مرتبك. رحله سعيده ان شاء الله يا فندم. الله يخليك. ها طمني، ايه اخبار الدعايه الانتخابيه؟ كله تمام يا فندم.
اليفط والبنرات الاوت دور كلها اتعلقت. حضرتك وانت معدي على الدائري او المحور النهارده هتلاقيهم منورين باسم وصوره سعادتك. طب والرمز الانتخابي؟ اهم حاجه الرمز الانتخابي لازم يكون واضح. طبعا يا فندم طبعا، حضرتك رمز العدل والعداله، رمز الميزان. رمز الميزان حاجه جميله قوي. مش باقي بس غير ان حضرتك تعمل كده قعده او قعدتين مع اهالي الدايره بتاعتك، يعني تقول لهم كلمتين حلوين كده، وهو بالمره تشرح لهم خطه سعادتك الانتخابيه. خطتنا الانتخابيه؟ ايوه يا فندم. والله فكرتني. يا انا ليل ونهار مفيش حاجه شغله دماغي غير خطتي الانتخابيه. يا ريتك بقى ايه بايدك الحلوه دي تعمل لي خطه انتخابيه كده من الالف الى الياء، وتكتب لي فيها كام شعار من اللي يهمه الجماهير، زي مثلا العداله الاجتماعيه، العداله الانتقاليه، الحد الادنى والحد الاقصى للاجور، مصر اولا واخيرا، والحاجات اللي تهم الناس دي. احنا من الناس، احنا من الناس، احنا يعني جايين منين؟ طبعا يا فندم طبعا. وما دومنا احنا بقى بنشتغل للناس، عايزك تحجز لي قاعة كبيرة شيك في فندق 7 ستارز عشان نقعد فيها مع أبناء الدايرة. أصلا بيني وبينك شغل القهاوي واللف على القهاوي والشوادر دي ما بياكلش معايا، أنت عارف. مفهوم يا فندم. طيب اتفضل أنت بقى وأنا دقيقتين وهكون عندكم. طيب بعد إذن سعادتك. اتفضل يا حبيبي، اتفضل اتفضل. الواحد يبدأ السنة الجديدة بنية صافية. خلاص يا مدام، علمتلك كل شنطة بشريطة علشان تعرفيهم مع السير، ده احسن يضيعوا منك زي المرة اللي فاتت. ما وصيكيش يا إناس، تخلي بالك من البيت ومن آدم، احنا مش هنغيب كلها يومين اتنين ونرجع على طول، وأي حاجة تعوزيها تتصلي بالأسطى سعد. ما تقلقيش يا مدام، هي دي أول مرة تسافروا، روح انتوا بس وانبسطوا وارجعوا لنا بالسلامة. الله يسلمك. هروح بقى نادي أسطى سعد عشان يشيل الشنط. ماشي. إيه ماما؟ إيه يا حبيب ماما؟ ما وصيكش يا حبيبي، تخلي بالك من نفسك ومن اكلك، واي حاجه تعوزها تكلمني على طول. حاضر يا حبيبتي، بس بقول لك ايه، مش سيبيني فلوس المره دي ولا ايه؟ لا عيب عليك، في الدور جيه اللي انت عارفه. حبيبتي حبيب قلبي. ولا عفوا، ترجعوا بالف سلامه. يلا يا مدام، عندنا ميعاد طياره. تكير. حاضر يا بابا. باي باي. عم ربيع، يا عم ربيع، عم ربيع تعال. بالراحة بالراحة. نعم يا بنت. خد طلع كيس الزبالة بره. طيب. عم ربيع، يا
عم ربيع تعال. انت اتعشيت؟ الحمد لله يا بنتي، الف شكر والف حمد يا رب. طب خد الموزة دي حلي بيها. ها؟ حلي بالموزة. كتر خيرك يا بنتي، متشكرة قوي يا بنتي. بالراحة. عليكي بقى الفيلا بحالها والجو خليلك انتي وادم. يا بت اتلمي، ده انا طول عمري بعمل زي اخويا، عمري ما فكرت فيه بالطريقه دي ابدا. وماله يعني؟ وايه انا اصغر منك؟ مش مشكله، مش هم وابوه من كريمه المجتمع؟ عارفه يا بت لو ما عرفتيش تلفي دماغه وتتجوزيه تبقي خايبه وما تستاهليش بقى الفرصه اللي جاتلك. فرصه ايه يا بت يا منيله انتي؟ بقولك ايه؟ صاحبه دماغي تودي في ده. بعدين مين قالك ان ابوه وامه هيوافقوا على حاجه زي دي؟ انتي فاكراهم هبل يا بنت المجنونه؟ استني استني استني، طب بقولك اقفلي دلوقتي عشان امي بيكلمني الناحيه التانيه. سلام. اي ماما. لا يا حبيبتي، نازله طبعا اجازه، بس مستنيه بس البيه يقول هنا عشان هما في اجازه، او ما يرجعوا من السفر على طول هجيلك، يعني يومين ثلاثه كده. لا هجيلك يا حبيبتي. طب بقولك ايه، هقفل عشان عندي شغل. سلام. عشتي؟ أنا؟ لا ما تعشتش. هو حضرتك جاي أنا أحضر لك العشاء؟ يلا بينا نتعشى بره. نتعشى؟ طب ما هي التلاجة مليانة أكل، نتعشى بره ليه؟ تلاجة إيه بس؟ يلا انا كده كده هشتري حاجات كمان لحفله بكره. حفله ايه؟ هو انت هتعمل حفله؟ اه طبعا، بكره راس السنه واكيد هعمل حفله عزم اصحابي كلهم. يلا بقى. طب هو يعني ضروري يعني اجي مع حضرتك؟ اه ضروري قوي كمان تيجي مع حضرتك. طب هكلم قسطى سعد يجي يوصلنا على طول. قسطى سعد ايه بس؟ ما انا معايا عربيتي. يلا. عربيتك ايه؟ لو انت نسيت ان البي اخد منك مفاتيح العربيه. والله العظيم انت بتجنني. البي اه. طب البسي يلا وحصلي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الشياكه دي بس؟ انت كمان حاطه ميك اب؟ عجبك؟ عجبني؟ انا ما شفتش حلاوه كده في حياتي. اصل انا ما بحبش احط مكياج، بس يعني شكلي كده ينفع اخرج معاك؟ ينفع تخرجي معايا؟ ده انا اخش اقعد في البيت وانت اللي تخرجي لوحدك، انا مش هخرج غير معاكي اصلا بعد كده. بس بقى ما تكسفنيش. وانت جبت المفتاح منين؟ هو انت مثلا فاكره ان انا سبت ابويا يسافر بالنسخه الوحيده وانا معيش عربيه؟ معايا نسخه تانية طبعا يا حبيبتي. يخرب بيت حالك، ده انا افتكرتك سرقته. سرقته وانا حرامي؟ دي عربيتي على فكره. يلا تعالي انت اللي هتسوق. اسوق ايه؟ ده طبعا لا، هي الحلاوه دي لازم هي اللي تسوق. افرض لسه في لجنه مثلا ولا حاجه. لا انا هروح اركب الناحيه. والله العظيم انت اللي هتسوق. والله ما هينفع. لا يلا. لا مش يلا بقى عشان خاطرك. هخبط العربيه. لا ما انا جنبك. عمري ما سوقت. معلش هعلمك عادي، حاسبي دماغك. خدي المفتاح. طب مش هعرف ادورها. طب ما انا حطيت المفتاح وما دريتش اهي. دوسي فرامل. طيب دي؟ ايوه. ها بصي اهو كده ضهر. نزلي بقى دي. اطلعي بقى يلا. يا نهار ابيض. يا نهار ابيض. الله عليك يا نوسه يا جامد.
مساء الخير. مساء النور. في حجز باسم سالم الشافعي وحرمه. خليك معايا شوية. بتكلمي مين دلوقتي؟ احنا في رحلة جايين نريح أعصابنا وننبسط شوية. بكلم دودي وما بيردش. أكيد مشغول مع أصحابه. غير في 2-1-1. 2-1-1 لبناني صح؟ صح. اتفضلي. ادم انا كنت عايزه اقول لك على حاجه. قولي. انا يعني كنت عايزه اقول لك اوعى تفتكرني يعني ان انا واحده اي كلام. كمني يعني بشتغل عندكم في الفيلا الشغلانه دي؟ ولا كمني يعني رضيت ان انا اخرج معاك النهارده؟ بس والله انا بنت ناس كويسين. ده انا خريجه جامعه، خريجه خدمه اجتماعيه بنا. ياه بجد؟ اه والله. عشان كده على طول بتعملي من بنها. يلا بقى، تنسيق هو اللي وداني هناك. بس أنا يعني اضطريت أقبل الشغلانة دي علشان أصرف على بيتنا بعد ما أبويا توفى. أصل معاش أبويا ما بيقضيناش. بعدين أمي ست بيت ملهاش معاش. وأنت بتقولي كل الكلام ده ليه؟ الأكل مش عاجبك ولا إيه؟ عشان كده هاكل لوحدي. لا والله ده الأكل حلو قوي. ده أنا حتى جعانة جدا ولسه جعانة على فكرة. بس يعني حبيت يعني أكلمك عن نفسي شوية عشان ما تفهمنيش غلط يعني وتعرفني كويس. طيب مبدئيا انا كل ده ما يهمنيش. اللي يفرق معايا ان انا قدامي واحده لذيذه وزي القمر. قولي بقى. يوه امي هداني مكالمات من ساعه مسافري. هي مسافه تتفسح وهتكلمني من هناك.